أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه يعمل مع أعضاء الحكومة الجديدة لترجمة بيانه في مجلس النواب لتحقيق طموحات المواطنين. وخلال تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع عن كثب كل ما يثار في الشارع المصري. طبعا مع السادة الوزراء اللي تم تكليفهم بالانضمام للحكومة، ان احنا بنضع البرنامج التفصيلي لهذا الموضوع عشان نحقق فيه فعلا يعني كل الطموحات اللي كان دايما المواطن المصري بيأملها. ودايما كنت انا على دايما على اطلاع على كل ما بيثار في الشارع المصري والرأي العام المصري، بحرص يوميا ان اقرا كل التقارير سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، الصفحات الاخباريه، قنوات التلفزيون وبرامج الحواريه اللي بتتكلم. ودايما كان بيتقال عايزين نشوف الصحه والتعليم ونشوف الاهتمام بيهم بصوره كبيره جدا.